خطيرة جدا وفرصة والهدف الأول. هنا كرة خطيرة جدا وفرصة والهدف الأول. رافائيل فيجا البرازيلي الخطير جدا في الكرة الماضية. جول من الخطير رافائيل فيجا. البرازيلي الخير. اوه صعب الكرة في الخطأ من جهة الميرس في كرة انطلق في كرة يدخل ال 18 يصوب في المرمى هدفا. 2 اصبحت النتيجة، اصبحت 2 وصعب علي لطفي لكن الكرة